فضيلة الشيخ وفقكم الله، بين رسالة تطهير الاعتقاد يقول السائل بين رسالتي تطهير الاعتقاد وكتاب كشف الشبهات تشابه كبير، فهل أحد الشيخين استفاد من الآخر في كتابه؟ الله أعلم، لا أظنه، لأن الشيخين متباعدان، هذا في أقصى الجنوب وهذا في أقصى الشمال، لا أظنه. نعم، على كل حال حتى لو اتفق على هذا واستفاد بعضهم من بعض هذه معنى شيء طيب، لكن ما أظنه، لأن هذا توفيق من الله عز وجل، من تباعد القطرين فيما بين الشيخين. نعم.